خلونا بقى نتعرف مع حضراتكم على مجموعه من التمرينات الرياضيه الجديده السهله البسيطه اللي في المتناول واللي كلنا نقدر نمارسها بمنتهى البساطه حتى في البيوت. هنشوفها ونتعرف عليها من خلال هذا التقرير ونطلع بعديه فاصل ونرجع نكمل الكلام بكل حضراتكم من جديد. في الفقره دي هنتكلم عن المنتخب المصري للسباحه بالزعانف، والحقيقه اللقاء ده كان لازم يتم خصوصا بعد اللي حققوه ابطالنا وفوزهم بالمراكز الاولى في بطوله العالم في صربيا اللي حققوا فيها 30 ميداليه مختلفه، فطبعا انجاز كبير جدا. خلونا نرحب بضيوفنا اللي منورنا، كابتن محمود نايل مدرب المنتخب المصري للسباحه بالزعانف، ومنورنا كمان اللاعبه ملك شريف لاعبه منتخب مصر للسباحه بالزعانف والحاصله على 3 ميداليات ذهبيه بسم الله ما شاء الله في بطوله العالم للسباحه بالزعانف. يا صباح الفل عليكم واهلا بيكم. صباح الخير، مبروك الانجازات الرائعه اللي بتتحقق. الله يبارك فيك. صباح الخير. ويعني السباحة بالزعانف من الرياضات اللي احنا انا وكريم مش اول مره طبعا نتكلم عنها ونستضيف فيها يعني ضيوف محققين كمان بطولات كبيره، بس انا عايزه اذكر الناس لو تسمح ابدا. يا ملك طبعا مبروك اولا، انا واخده واحده طبعا من ميدالياتك بس الف مبروك. حابه معاك كابتن محمود، خلينا نفهم اكتر عن السباحه بالزعانف وفكره برضو مصر والتالق اللي ابتدى يظهر بشكل كبير مؤخرا. احنا عارفين السباحه العاديه لكن السباحه بالزعانف تحديدا مش حاجه كومن او مش كل الناس عارفه عنها، خلينا نعرف من حضرتك اكتر. هي الاتحاد المصري للغوص والانقاذ برئاسه الكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد، كان معانا ضيف من شهر تقريبا ورئيس الاتحاد العربي ورئيس الاتحاد الافريقي وعضو في اللجنه، عضو في الاتحاد الدولي. احنا بقى لنا اكتر من 8 سنين بنجهز لهذا الموقف. السباحه بالزعانف في نوعين من الزعانف، في حاجه اسمها مونو هي زعنفه زي زعنفه الدولفين، وفي زعانف مزدوجه، الاثنين زعنفه. احنا بقى لنا اكتر من 8 سنين بنجهز لهذا الانجاز. احنا السنه دي جايبين 30 ميداليه، جايبين 9 فضه و9 برونز و12 ذهب، ودي اول مره. السنه اللي فاتت كنا جايبين 14 ميداليه. بتلاقي المنتخبات المنافسه كلهم ماشيين زعلانين مش لاقيين ميداليات، ما انتوا شطبتوا الميداليات. يعني فرنسا زعلانه، كولومبيا الابطال يعني البطوله كانت قويه جدا، فرنسا كانت موجوده، ايطاليا ابطال العالم، وروسيا كانت موجوده، اوكرانيا موجوده. الموضوع جاء بالعلم والفضل بيرجع طبعا للاتحاد، لان هو عمل معسكر شهرين قبل البطوله، تدريب، تغذيه، علاج طبيعي، علاج نفسي، كل الخدمات اللي موجوده اتسهلت للولاد بتوعنا. وبناء عليه عملنا ارقام جديده والنتيجه باينه. يعني ما مش هنقول ان البطوله فاضيه، 18 دوله موجوده في البطوله. احنا كنا الاول بنطلع الرابع خامس، السنة اللي فاتت طلعنا الرابع، السنة دي أول عالم أخذناها من فرنسا. الحمد لله إحنا في تقدم بالعلم. هايل. فإن شاء الله السنة الجاية عندنا بطولة العالم في فرنسا، ربنا يسهل، هيبقى الحمل زيادة على الاتحاد وحمل زيادة على وزارة الشباب والرياضة، لأن هي بتدعم سيادة الوزير أشرف صبحي. فالعملية إن شاء الله السنة الجاية ربنا يوفقنا. موفقين إن شاء الله. إن شاء طبعا الله. بطولة عالم وفيها الناس الثقيله في الرياضه، وفكره ان انت تحصلي في وسط يعني في خضم يعني هذا الكم من ابطال العالم في الرياضه، يمكن ما كناش احنا لينا فيها السبق قوي او ما كناش من الرواد قوي فيها، لكن تحصلي على 3 ميداليات ذهب بسم الله ما شاء الله، اكيد القصه دي يعني ليها خلفيه. عايزين نعرف منك باختصار خلفيه مشاركتك وفوزك بالميداليات دي. قبل اي حاجه، وطبعا بشكر كابتن سامح الشاذلي ان هو كان دايما داعم لينا كلنا في فترة المعسكر وقبل المعسكر كمان. احنا الموضوع ما كانش سهل او بسيط، يعني احنا كنا في معسكر مغلق شهرين، تمرين صبح وظهر وبالليل، وبيبقى فيه طبعا الفتنس، وكان فيه متابعة تغذية، وطبعا زي ما الكابتن قال المتابعة النفسية دي كانت اهم حاجة عشان نبقى نتمرن كويس. قبل كده برضو انا كنت ثانويه عامه، فانا كنت بتمرن طول السنه في ثانويه عامه، ما كنتش بوقف برضو، كان صبح وليل ومع الدروس. الموضوع كان بالظبط، الموضوع كان صعب جدا، ما كانش سهل خالص. أكيد. بس طبعا بتوفيق ربنا وان احنا كنا متاكدين ان احنا هنروح ونجيب الميداليات دي، وكان عندنا امل ان احنا نحقق الحاجات دي. بس الحمد لله ربنا هو بيدي كل واحد على قد تعبه ومجهوده. بس الموضوع يعني كان صعب، بس ان احنا نشارك في بطوله زي دي كانت حاجه كبيره جدا بالنسبه لي.
والسباقات برضو كانت المنافسه فيها كانت شديده جدا، بس طبعا توفيق ربنا هو مش بيضيع تعب حد ابدا. والموضوع يعني في الاخر بيبقى جميل. يعني ملك اكيد الاتحاد ساعد، واكيد انتوا عملتوا معسكر، واكيد المنتخب كله كان بيستعد، بس انت كملك استعديتي ازاي نفسيا كمان؟ مين اللي كان دايما بيدعمك من اهلك؟ مين دايما اللي كان يعني، اكيد كلنا بنتعب في وقت من الاوقات، حتى حضرتك كابتن محمود هتحكي لنا عن بعض القصص اكيد حابين نسمع، لان اكيد في فتره يقول لك انا تعبت، انا مضغوط، الحاجات دي كلها اكيد الابطال بيمروا بيها. فملك مين اللي كان دايما بيحفزك؟ مين اللي كان دايما بيخليكي مستعده؟ هو طبعا كابتن سامح كان معانا في كل حاجه في التمرين. هو شخصيه محترمه جدا، انا مش بجامل والله، يعني انت فاكر طبعا يا كريم لما اتكلمنا عن البي واتش واتكلمنا عن الغوص. هو كابتن سامح ما بيتعاملش ان هو رئيس اتحاد، كابتن سامح بيتعامل ان هو اصلا كان بطل عالم. القصه الثانيه بيتعامل معاهم ان دول ولاده، بيتعامل مع المدربين. انا دفعه سامح في السباحه، انا كنت بطل عالم في السباحه فدفعته، فكان بيتعامل معايا ان انا اخو صغير، فدي بتخلي الولاد قريبين جدا مننا. احنا بنضغط بس هم ولادنا، فالحته دي وصلنا لمرحله ان هم لو حد تعبان احنا بنحل مشكلته. لو واحد عنده تعب في رجل، المونو بيبقى ضاغط على الرجلين دايما جامد، ممكن نريحه، مش حاطين حمل عليهم. التسهيلات في بقى في كل حاجه، تخليص الورق، السفر، كابتن سامح هو اللي بيخلص لنا. يعني ما فيش رئيس اتحاد هياخد الجواز السفر وهو اللي يخلصها. كده فعلا مستحيل. يعني الولاد دخلوا المعسكر ما شافوش حد خالص الا بعد شهرين. التواصل مع الاهالي قليل، التليفونات مش موجوده، ما فيش تليفونات طبعا. لا لا لا، سايبين لهم التليفونات خالص. لا ما. مش حاجه عسكريه يعني. في ود. هم قريبين. هو ودع اهلك، بتتقال لكل لاعب ودع اهلك. هم كويسين جدا. بصي هم ابطال وبيحاربوا ان هم يفضلوا ابطال. يعني كل المجموعه اللي معانا ما شاء الله، يعني ملك عمل سباق في الأربعة كيلو، احنا كنا ماشيين تاني فرق 150 من كولومبيا. لما تجيب سباحه قدامها 150 متر وفي الفينش تخش تلمس، خلت كولومبيا كلهم يعيطوا. حاجه فوق الوصف. مش هي انا يعني، عندنا ما شاء الله واحد مهاب، عندنا يعني مش عاوز اقول اسماء، جميلة، ندى، عمر، عندنا واحد عمر طاهر من مواليد 2008 ناشئ، لسه قدامه السنة دي طالع اخد 3 تاني، السنة الجاية هيبقى هو الأول إن شاء الله في الزعانف المزدوجة قدامه 3 سنين. بنتكلم على أبطال عالم ومن أجيال مختلفة، يعني حضرتك شخصيا كنت بطل عالم في الرياضة دي. لما احنا واصلين لبطولة العالم وعبر أجيال مختلفة، ليه اسمنا برضو مش منور قوي في الرياضه دي كما يستحق؟ مش اخدين الدعايه، ومش اخدين المفروض تتاخد اللعبه. احنا تصنيفنا ايه عالميا برضو يعني؟ احنا طالعين ب 30 ميداليه واخدين 12 دهب، تصنيفنا السنه دي اول عالم انديه. اللي بعدينا فرنسا، ايطاليا، كولومبيا. فدي حاجه من يعني السنه اللي فاتت كنا الرابع. احنا في تقدم ارقام، الارقام القياسيه بتاعتنا بنكسر في الارقام بطريقه كويسه جدا ما شاء الله. في مدربين كتير، كابتن فارس، كابتن شريف حبيب، في مجموعه كتير، كابتن حسن هاني، مجموعه مدربين كل واحد اخذ تخصص معين وشغال عليه. انا وفارس اخذين، انا وفارس وحسن اخذين الطويله، كابتن شريف اخذ القصيره. ففي تقدم وشغالين، والسنه الجايه هيبقى ان شاء الله حمل علينا، وفي تقدم اكتر وربنا يسهل ان شاء الله. والتجهيز النفسي بقى، يعني خليني اسال ملك، الاعداد النفسي ممكن اكون عندي اعداد قوي جدا الاتحاد بيعمله او بتعمليه في المعسكر فنيا، بس الاعداد النفسي برضو لكل بطل بيبقى مختلف. ازاي عديتي نفسك نفسيا؟ كنت بتبصي كمان على الكومبيتيتورز التانيين؟ مين اكتر حد كنت قلقانه منه او من المنافسه بتاعته؟ نفسيا ان احنا لو مثلا في التمرين بنبقى تعبانين، بس لما بنفتكر ان احنا مدربين بيدوسوا علينا عشان مصلحتنا، ان هم مش عايزين يأذونا ابدا، فبنكمل وعايزين نكمل. فلما برضو بنفتكر ان لما انا اروح هناك واجيب اول عالم واسمع النشيد الوطني، دي حاجه بتحفزني اكتر في التمرين. في المنافسة ان احنا مش عندنا منافسة قوي بره مصر، ان احنا في مصر يعني
في السباحه الطويله متميزين فيها جدا، فالمنافسه ممكن عندي انا في البنات مش كتيره، احنا بننافس احنا مصريين اكتر، بس في منافسه بس مش قويه، يعني احنا بنات مصريين بننافس بعض اكتر من بره. الموضوع يعني بيبقى ان انا بحفز نفسي ان انا اسمع نشيد وطني وابقى اول عالم، ودي حاجه كبيره طبعا، حاجه كبيره جدا، هي صحيح. اللي كانت دايما بتخليني اكمل وان انا ما افقدش الامل ابدا. حلو جدا. في حته حضرتك مؤاخذه، اتفضل، في حته صغيره يعني لاحظناها، ان الولاد مش عاوزين يزعلوا كابتن سامح الشاذلي، يعني وصلت المرحلة انا بعوم عشان ما يزعلش مني. وانا ده نجاح ليه على فكره طبعا، يعني يحسب ليه فعلا، الابطال عاملين له الحساب ده لان هم بيحبوه في الاول وفي الاخر، يعني ده نجاح بصراحه. هو اب ليهم، وساعات بيجي علينا عشانهم، يعني ممكن يجي عليا يقول لي ما خف عليهم، بلاش تزعلهم. باين على حضرتك شديد في التمرين يا انا راجل عسكري الاول. خلاص كده عرفنا. وبطل عالم في السباحه، وما بحبش ان احنا نقلل من قيمه مصر ناحيه عسكريه بقى كمان. فكابتن سامح الشفقه الحنين وحضرتك. فلازم واحد كده، واحد مطلوب ده على فكره طبعا، ده مطلوب جدا، يعني اكيد برضو كان من ضمن عناصر التميز اللي شفنا عليه كل يعني ابطالنا وبطلاتنا، فكره كيفيه التعامل الامثل معاهم عشان يوصلوا اللي هم وصلوا له ده. مظبوط. بتستعدوا ايه بقى الفتره الجايه ان شاء الله؟ في بطوله افريقيه في شرم الشيخ دي بنستعد لها، في قبلها. طب انت كبطله عالم بالنسبه لك دلوقتي لما تتكلمي على بطوله قاريه ده وانت مغمضه الموضوع خالص. لا بس هي عندها بطله عالم. احنا عندنا منافسين في مصر. يعني احنا عندنا 3-4 سباحات في مصر قويه جدا ما شاء الله، فبرضه هي مش معقوله هتضيع جايه من بطوله عالم هتضيع بطوله اخرى. انديه اخرى مش في النادي اللي هي بتتمرن فيه؟ لا يعني؟ لا احنا في المنتخبات. انا بتكلم دلوقتي البطوله الافريقيه، بطوله العرب، احنا دي منتخبات. لا التدريبات بتاعتهم قبل ما ينضموا للمنتخب بتبقى انديه مختلفه. أندية يعني هم من انديه اخرى. انديه مختلفه، احنا بنجمعهم قبل البطوله الافريقيه، وهنجمعهم بشهر نبدا ان نعمل المعسكر. طبعا البطوله العربيه احنا الفجوه كبيره جدا بيننا وبين كل العرب، يعني احنا في حته افضل، خلينا نقول بكتير جدا كويس. يعني بالنسبه لنا احنا الاول عالم ترتيب عام دول، فجوه يعني بيننا وبين افريقيا كلها. حتى هو قوام المنتخب بيبقى يعني جاي بالكامل من النوادي، ولا بيبقى فيه مساحه في حال وجود حد سباح استثنائي ولكن مش بيلعب بشكل نظامي في نادي من الانديه، وحد من حضراتكم مثلا ايه شافه وعينه راحت عليه، في مساحه لكده، ولا لازم يكون الرياضي ده عفوا من الاول في نادي؟ لا هو احنا بنختار بناء على بطوله الجمهوريه اللي بتقام، ممكن من مراكز الشباب، احنا عندنا في مراكز مدارس مثلا، بطوله الجمهوريه مدارس مثلا. لا الزعانف مش في المدارس، مفيش، مش ده احنا بناخده من مراكز الشباب، من الاكاديميات الخاصه. بالمناسبه ليه مش موجوده في المدارس دي؟ ممكن تبقى نواه لاجيال مستقبليه كتير. والله هو كابتن سامح ان شاء الله، او ان شاء الله في امل ان هي تخش المدارس الزعانف المزدوجه قريب جدا، يعني هو بيجري على ان هي تخش ان شاء الله المدارس، هي موجوده السباحه القصيره موجوده فيها. اوكي. حتى الطويله مش موجوده. الزعانف قريب ان شاء الله كابتن سامح بيجري ان هو يعملها. زي البطوله الافريقيه لما مسك رئيس الاتحاد الافريقي بدا يعمل بطوله افريقيه، واول بطوله افريقيه هتتعمل عندنا ان شاء الله في الزعانف في شرم الشيخ باذن الله. حلو جدا، حلو. طيب ملك، سؤالي ليكي يعني خلينا نرجع شويه لورا، انت ابتديتي في السباحه العاديه وبعد كده بقيتي زعانف، يعني خلينا نعرف يعني البدايه بتاعتك. هو انا كنت سباحه عاديه في الاول. مين اللي معظمهم كده؟ يعني كنت ابتديت وانا عندي 6 سنين، بس ما كملتش فيها، يعني اول ما عرفت الزعانف اتجهت فيها على طول. انا بلعب الزعانف يعني من وانا صغيره قوي، وابتديت كمان 8 سنين فابتديت حتى لبست المونو على طول. وكنت عادي في الاول ببتدي بطولات منطقه، كنت قبل كده بنزل بطولات براعم عشان ما كانش، كنت صغيره ما كانش ليا مرحله العب فيها، فكنت بنزل بطولات براعم، ولو كنت بنزل بطوله مراحل كنت بنزل مع ناس اكبر مني عشان انا كنت اصغر منهم. فلحد ما ابتدى بقى يبقى ليا مرحله، وابتديت اعلق تتابع، بعد كده الفردي، بعد كده ابتديت واحده واحده امشي، بس ده كنت دايما عندي هدف ان انا كان نفسي اطلع بطوله عالم. بقى سنتين معانا في بطوله. كان بالفعل. طب مش دلوقتي الهواند رجعت بيكي لورا، انا هطلع بيكي لقدام. مفكره في اللي جاي ازاي؟ متخيله ان انت ممكن تكملي في الرياضه دي لاي مرحله؟
وهل ناويه بعد كده ان شاء الله بعد مثلا ما تتخرجي من الدراسه، هل حابه ان الرياضه دي تكون هي طبيعه شغلك بشكل او باخر سواء تدريب او غيره، ولا مفكره في المستقبل ازاي؟ هو انا نفسي اكمل طبعا، عشان انا مش بحبها كرياضه عاديه، هي بالنسبه لي يعني هي حياه. بالظبط، هي حياه بالنسبه لي. بالظبط، عشق الميه حاجه تانية خالص. الناس مش ما عندهاش الفكر ان احنا بنعشق الميه، هم بيعشقوا الميه وهي بتعشق المونو. يعني المونو ده تطبطب عليه وتمسحه بالكلام ده بجد وتبدره. لا طبعا، يعني الحاجات دي بالنسبه لهم حاجه تانية خالص. بتفرق لما اكون بحب حاجه غير لما اكون حاجه بمارسها وخلاص. طبعا بشكل كبير. فلا، نفسي كمان، نفسي ما بقاش في المرحله دي، نفسي اعلى اكتر واكتر في بطولات دوليه كتيره. يعني نفسي ابقى اروح بطولات مثلا ما حدش راحها، اجيب ميداليه ما حدش جابها قبل كده، ابقى انا مثلا اول بنت جبتها. مش عارفه ممكن اخد القرار ان انا ابطل سباحه دي امتى، لان القرار ده باجله. بتاعتي لسه في الاول، لسه معانا ان شاء الله. ممكن لما اخلف عيالي مثلا. ربنا يرزقك ان شاء الله. انت عندك كام سنه؟ 18. طيب لسه بدري يعني، لسه 10 سنين كمان ان شاء الله. 10 سنين كمان. الثقافه المجتمعيه اتغيرت يعني، بالذات في السباحه. يعني في رياضات بعينها زي السباحه، زي الجمباز، في كتير من الاهالي، ودي من الحاجات اللي اتكلمنا فيها انا ونهاوند في البرنامج هنا كتير، لان الحقيقه شايفين انعكاسات ليها في الفتره الاخيره، ان في تغير جذري في النظره المجتمعيه وفي نظره الاهل ليه، ان بنتهم تحديدا البنات ما يقفوش عند مرحله معينه من ممارستهم للرياضه يعني، والكلام ده ينطبق على السباحه. فواضح ان في تغيير في الاطار ده، تغيير كامل. الرياضه بقت عشق للناس كلها وللبنات اكتر. التطور اللي حصل ان دلوقتي بقى في مايوهات للمحجبات. اوكي. المايوه بتاع المحجبات بيتعمل بطريقه معينه من بتاع يعني، هي بتلبس شبه مايوه محجبات وتدخل بيه في منافسات عادي يعني، مفيش مشكله عند في المسابقات العالميه مثلا ما بيعترضوش يعني؟ لا، بس المايوه نفسه هي بتلبس مايوه من رجليها. أوكي. بس هي الكتف باين. أوكي. في بقى مايوه، بس هو من مادة زي كاوتشوك كده بتعمل طفو زيادة، بتديها سرعة أكتر. فبقت العملية، بقت هم بيساعدوا. ده سبب أدعى. خلينا نسأل حضرتك نفس السؤال، يعني المسابقات الدولية وبطولات العالم ما يقفوش قدام مايو من النوع ده، او مثلا فكره انه ممكن يتعرض للرياضه السباقيه بالمقارنه؟ ده دولي مختوم بختم السيمس. اوكي. لا يعني ده حاجه مواصفات يعني واغلى من المايو العادي. يعني دي رفعت المعدل بتاع البنات عندنا في السباحه بنسبه 90%. هايل، رائع جدا. عامه احنا سعداء ان يبقى عندنا في مصر كمان طفره كبيره. كنا بنتكلم في الانترو عن الاسكواش وازاي محققين نجاحات كبيره على مستوى الرجال والسيدات، دلوقتي كمان نقدر نتكلم سباحه بالزعانف. فبالتوفيق ان شاء الله في كل اللي جاي. كابتن محمود توفيق مالك، بجد نموذج جميل، واوعى تخليها تبطل. لا مستحيل. لسه بدري يعني. انا من 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 هذا البرنامج الجميل، انا بشكر طبعا كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد على الدعم اللي هو عامله لنا، طبعا بنشكر سياده الوزير دكتور أشرف صبحي. بصراحة ما سبناش، وكل ميدالية كنا بنجيبها بيتصل بينا بالتليفون مع كابتن سامح، وامبارح كنا عندنا حفل التكريم معاه على الفرح اللي هو شافها لما جبنا 30 ميدالية. يا رب دايما فرحانين ومنتصرين، مصر كلها تبقى فرحانة وفخرنا بيكم يزيد. الله يخليك، نورتونا وشرفتونا، ومبروك على اللي اتحقق لغاية دلوقتي، وإن شاء الله مزيد من النجاحات إن شاء الله. نورتوا الدنيا كلها. ميرسي جدا. هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل، خليكم معانا.